هنا في أرض البساطة ووسط الوشوش السمرة وقلوبها البيضة بتشوف حاجات كتير، بتتعلم حب الخير، حب العمل، حب مصر. هنا أرض الذهب، هنا النوبة. بنكمل النهاردة في النوبة بخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي بتساعد في توفير الوقت وتطوير المجتمع وتنميته في كل المجالات. وزارة الاتصالات كان لها دور كبير جدا ان احنا كقرية وكمجتمع اتغيرنا بحاجات كثيرة. ما كانش عندنا مثلا ان احنا نحط المشروع ازاي نخطط ازاي ننفذ. طبعا احنا دلوقتي في الجمعية طبعا في معمل 11 جهاز، اعتقد ان في المنطقة عندنا فيش جمعية فيها معمل زي بتاعنا. مفاتيحنا في التنمية المجتمعية المستدامة كتير، أهمها تمكين المرأة. احنا كنا مفتقدين التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، هي أساسا الحاجات دي من عند أجدادنا. مع التعليم كنا بنخش على النت بننزل الجراب بتاع التاب معمول ازاي، الحاجات اللي انا عاملاها دي كل واحد محتاجه، فانا عايزه اسوقها فعرضتها، ابتدي ابيع ان انا اعرض حاجتي. النهارده ان شاء الله هناخد داله جديده بعد الدواله اللي احنا خدناها، اللي هي 7 اشكال الدواله اللي احنا خدناها. وفي النوبه رفعنا وعيهم باهميه رياده الاعمال ودعمنا الحرفيات وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منهم بمهارات وأدوات تناسبهم وتلبي احتياجاتهم. حاجة مثلا تكون تسهل عليك بدل ما تكتب كتابة مثلا ويدوي وبعد كده ويعمل تلقائي الشغل بتاعه. علمونا ازاي انك انت تدير مشروعك بدون ما تكتب، بدون الاساليب القديمه دي. طبعا يعني ان الورق ضاع والدنيا وكده، كل الشغل كله دلوقتي الحمد لله رب العالمين على الجهاز. عندي ادخال بيانات ازاي وتمام ضريبه المبيعات، وتعلمت الاكسل وتعلمت الوورد ان انا سريع دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ادخال بيانات وبعمل كل حاجه الحمد لله. استفدنا فعلا، عملت موقع باسم طارق حسنين بوليكا، تمام، يعني بدخل اصدقاء معايا وفي جروب معايا دلوقتي شغالين معايا برضو على الاسماء وبيعملوا لي دعايه. موضوع التعليم برضو ما فيش حد كان بيهتم بينا، ما كانش في اصلا تنميه للمدرسين او صقل المهارات بتاعتهم وتدريبهم، الكلام ما كانش فيه. أول مرة نعرف إن ممكن تكنولوجيا المعلومات تفيد الناس في التعليم. طورنا مهارات المدرسين ورفعنا وعي الطلاب بثقافة التعليم الإلكتروني وأهميته. ابتدوا معانا في البداية طبعاً إيه؟ يشرحوا لنا الموضوع بيتعمل إزاي وكده، إزاي تحول المنهج التعليمي اللي مكتوب لفيديو تعليمي. هم كلمونا عن كنانة و ازاي تنشئ موقع، ازاي تعمل فيديو. بالنسبه للطلاب اتعمل لهم ورشه عمل ان هم ازاي يوصلوا للمحتوى ده وازاي يستفادوا منه، اديناهم الخطوات ازاي يدخلوا على الانترنت، ازاي يوصلوا للموقع في كنانة، بعد ما يوصلوا لكنانة ازاي يخشوا للموقع مثلا اللي هم عايزينه. أنا شايف إن في نقص في الكوادر الطبية من حيث الكم والكيف، العدد نفسه والكيف، بحيث اللي هو الكوادر الطبية الموجودة ليست على المستوى المطلوب لأداء الخدمة الطبية على الوجه الأمثل. ولأن الإنسان هو محور اهتمامنا في كل مشروعاتنا، طبقنا منظومة التشخيص عن بعد واللي بتعتمد على استشارة الأطباء الموجودين بالنوبة لأطباء استشاريين على قدر كبير من الخبرة
من خلال شبكة الإنترنت. أنا حضرت لحضرتك النهاردة للسيشن النهاردة، جلسة النهاردة 8 حالات في على نظام الكشف عن بعد. نظام التشخيص عن بعد عبارة عن منظومة تكنولوجية بتوفر المريض نفسه مشقة السفر للقاهرة. هو لازم يظبط السكر والضغط برضه في وقت سريع شوية. المرضى بيقول هنا مستصف طبعا، بعمل سيليكشن الحالات اللي هي الغامضة أو ملتبسة عليه، بدي أحضره أخذ منه بياناته، بعدين بعمل له شيت معين وبطلب له بعض التحليل بحيث اجهزها قبل ميعاد الايه السيشن اللي هعمل فيه الاتصال مع الخبير بتاع القاهره. بعد يا ريت اسبوعين نبص على التحاليل تاني ونبص على السونار. شكرا دكتور، شكرا دكتور اسامه. الانترنت تقرب المسافات، يعني احنا دلوقتي لو كتبت مباركاب كده على جوجل هتلاقي العرجون، هتلاقي قائمه طويله كده تحت مباركاب. بيتهيألي قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، فلقيت ان احنا كبلد اتحطينا على خريطه، ده شيء ما كانش متوقع. المسافات ما بقتش بعيده، المستقبل بنرسمه بايدينا، عينينا على بكره ومستمرين معاكم بنفس الامل والرغبه في العمل. هنكمل مع بعض.